وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة مع بعض البساطة والسهولة، المسقعة البتنجان، يعني لحمة وبتنجان. فاحنا عايزين نغير فكر البتنجان من المسقعة نعمله بوفتيك. أكيد الأولاد والأطفال بيحبوا الأكلات اللي فيها بانيهات أو مقلية أو كريسبي. هنشوف نعمل إزاي البتنجان النهاردة، الشرايح مقلية بوفتيك مع لحمة مفرومة مع الخبرة الطهوية، بالتأكيد هتعجب حضراتكم، وحاجة سهلة كده لكل أمهاتنا هتعجبهم وتبقى لطيفة. نقدم معاها صوص طماطم، نقدم معاها وايت صوص حسب الرغبة. معانا النهاردة رز بالبسلة والجزر لكل سيدة عظيمة، طبعا ربنا يقومها بالسلامة الحامل. البسلة غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيلعب دور البطولة في تغذية الجنين داخل أمه في فترة الحمل. فالنهاردة هنعمل الرز بالبسلة والجزر، هيعجب حضراتكم، تقدروا تحط عليه شوية مكسرات والتوابل اللطيفة الجميلة، هيكون طعمه لطيف، والبسلة والجزر كمان غنية بفيتامين سي. ولكن الطماطم لنا موقف معاها، بنشربها عصير، ممكن بنعملها شوربة تبقى لطيفة وجميلة. إنما طماطم محشية بفكر طهوي جميل، هنشوف نعمل إزاي الطماطم المحشية بالرز والزيتون والجبنة، حاجات لطيفة وجميلة. في حاجات عندك في التلاجة ممكن تعيد هيكلتها وتحشيها للطماطم وتقدميها بشكل جديد. الحلقة بتاعت النهاردة فيها تفاصيل، فيها خبرة طهوية، فيها معلومة غير معلومة، عايز حضراتكم نتابعها مع بعض. وأهم حاجة التكلفة القليلة، إنك تعملي مطبخ بسيط وسهل. ازاي؟ يكون عندك خبره طهويه، وكمان تتابع الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. استاذن حضراتكم، هناخد فاصل صغير ونرجع. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه تفصيل الجمله دي يا عم الشيف؟ دايما بالتفاصيل الصغيره تعملي سفره لطيفه وجميله، شكلها حلو، طعمها جديد، التغير جميل في الاكل بتاعنا. كل يوم معانا لحمه مفرومه وبتنجان، نعملها مسقعه، بنعمل البتنجان ساعات مقلي، ساعات بندخله في المقلوبه، ولكن تعالوا شوفوا نعمل ازاي بوفتيك البتنجان باللحمه المفرومه. اكيد فيها فكره طهويه هتعجب الصغير قبل الكبير. معانا بتنجان ولحمه مفرومه، توابلنا بصل وتوم، شويه بهارات من الملح والفلفل، وشويه حب. تقدر تقدميها مع صوص طماطم لطيف متسبك على النار، ممكن تقدميها مع وايت صوص بالجبنه حسب الرغبه. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك. ولكن هنا يتصدر قائمه الابداع صوره البتنجان، اللي هو من بره اسود ولكن من جوه قلبه ابيض، عامل زي الشيف كده. حلو الكلام. البتنجانيه لونها اسود، بس قيمه غذائيه عاليه جدا، وبسميها لحمه الفقير. البتنجان ده غني بالبوتاسيوم، غني بالحديد، غني بالالياف. تعالوا نشوف هنشتغل معاه ازاي النهارده مع بعض. اشترينا البتنجان، بالتاكيد في طريقه ان احنا نشتري بقى البتنجان تبقى لطيفه، وازاي تشتري البتنجان بالذات، لانه ما عليهوش تاريخ صلاحيه، ولا هو مثلا من الحاجه اللي بتبان زي الجوافه او الكمثرى او التفاح او الطماطم تمسكها تلاقيها طريه. البتنجان لازم تلمع في ايدك بالشكل ده كده، تضغطي عليها باطراف اصابع ايدك تبقى قويه متينه، ما تبقاش طريه، ما تبقاش زي السفنجه، يعني عند الفكهانه او بتاع الخضار يبقى بقى لها وقت كبير وناشفه، تبقى زي السفنجه. دي من العلامات اللي تخليكي تشتري البتنجان. الاهم بقى انك لما تشيلي العشبه الخضراء دي او الزهره الخضراء تلاقي البتنجانيه باللون ده، شايفين مع بعض؟ معانا واحده كمان اهي، ده الخضار. لو لقيت دي سودة او الاطراف بتاعتها سودة، يبقى البتنجان ده عند الراجل الفكهاني او بتاع الخضار بقى له وقت كبير. اعتقد العلامات دي برؤيه العين تعرف ان البتنجان طازه ولا مش طازه. نيجي بقى برؤيه السكينه، قطعنا البتنجانيه، الشيف قال قلبها ابيض، نسمي بسم الله كده ونشوف الدنيا عامله ازاي. اهو سكينتك تكون حاميه، هو ده، شوف البياض والحلاوه. اهو ادي البتنجانيه بالشكل البياض الحلو ده كده، اهو كده البتنجان ده طازه. هناخد البتنجان دلوقتي ده ونعمله بوفتيك، نقطعه الشرايح بالشكل ده كده. معانا دول كام؟ واحده، اتنين، تلاته، ناخد دي كمان تبقى صغيره حلوه كده لحماده، تمام زي الفل. هناخد البتنجان بالشكل ده بعد التقطيعه دي كده، نفتحها كده بالراحه ونسيبها للاخر سنتي. نفس القصه. فكره جديده وحلوه هتعجب الولاد، وغيرنا مفهوم البتنجان من المسقعه. نفس القصه اهو، بطرف السكينه كده بندخلها في البتنجانيه ونفتحها ونقطعها كده. خلي بالك لا تعوري ايدك يا ست الكل، يا امي، يا خالتي. مفاتيح السعاده الزوجيه هي مطبخك، اللي تقدري انك انت تعملي كل حاجه حلوه منه.
وتبعتي مزدات لجوزك وولادك واسرتك وضيوفك. الضيوف لما يجي يلاقيكي عامله سفره حلوه وعامله جرنش حلو وعامله فكر حلو يعرف ان العزومه دي معموله بحب. ادي البتنجان اتفتح بالشكل ده كده، معانا لحمه مفرومه هنحشي فيها. ينفع بدل اللحمه المفرومه يا مغازي فراخ مفرومه؟ ينفع. البتنجان معانا، هناخد اللحمه المفرومه اللي عندنا نتبلها مع بعض كده كانك بتتبلي الكفته. نوسع الدنيا دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي لحمه مفرومه اي كميه مثلا حسب كميه البتنجان. نخلي الورده دي فين؟ نخليها هنا. ناخد اللحمه المفرومه دي كده كميه حسب ما انت حابه، حسب عدد افراد الاسره. بنحط على اللحمه المفرومه دي شويه بصل ناعمين، توابل كفته العاديه يعني، او ميه البصل زي ما انت حابه، فص ثوم مفروم يا ست الكل، معلقه فلفله حلوه تديها شويه ليونه، معلقه معجون طماطم حلوه، شويه بقدونس مفرومين ناعم، سنة شبت صغيرة بتدي فليفر حلو ما نكترش منه، الملح بتاعنا البسيط، البهارات بتاعتنا شوية فلفل عشان طعم اللحمة هنا ما يضيعش مننا حلو، يعني فلفل اسود شوية، بابريكا شوية، حبة تجودي في الحشو يبقى كاري مفيش مشكلة حسب الرغبة. ادي التوابل بتاعتنا اللطيفة. هنمسك لحتة اللحمة دي كده، ممكن شوية زعتر حلوين. هنمسك حتة اللحمة دي يا عم الشيف نقلبها بالخلطة الحلوة دي كده واحنا شغالين مع بعض. اصبحت هنا كفتة. ونصيحة مني، لما تشتري اللحمة المفرومة من عند الجزار ما تشتريهاش متبلة، انت روحي البيت وتبليها بايدك. شفت اللحمة زي الفل. هنا المعجون الطماطم ومعلقة الفلفلة الحلوة اللي هي الهريسة الحلوة خلت حته اللحمه طريه في ايدك وزي الفل كده بالشكل ده كده، وخدت لون حلو ويفتح الشهيه وجاهزه. ممكن تعملها كفته في الحاله دي، تعملها كفته بالصينيه، تعصجيها وتعملها رقاق حسب ما انت حابه. حته اللحمه جاهزه، ناخد البتنجان اللطيف ده كده وتعالوا مع بعض نشتغل بقى ايه بتكنيك طهوي في خبره طهويه. شفت البتنجانه مفتوحه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفرتها كده. الله، والله فكره يا شيف، ده انا عندي الولاد مش بيحبوا البتنجان. انت بقى اعملي لهم البتنجان ده بانيه دلوقتي مقلي، بس ما تقوليش عليه بتنجان غير لما ياكلوه ويستطعموه. ادي واحده كده ونفس القصه اهي، واضغط عليها جا. هي لما تضغط عليها هي بتفرد لوحدها جوه. وخلي اطراف اللحمه باينه كده عشان تغري الاولاد وتعرف ان في لحمه مفرومه. نفس القصه. نعم يا غالي، مخرجنا بيسأل، ممكن بدل البتنجان كوسة؟ ممكن. الله يفتح عليك. نجيب الكوسة الكبيرة ونعملها بنفس الطريقة. ممكن بدل الكوسة بطاطس؟ لا ما ينفعش بطاطس، لأن بتبقى شوية قاسية الخضار. الكوسة والبتنجان ما بياخدش وقت كتير في السوى، ولكن البطاطس نعملها شرايح بقى ونحط اللحمة ما بينها، ما تمشيش معاها كده، خلي بالك. حلو، نفس القصه دي كمان، واحده اربعه، دي واحده كمان اهيت زي الفل. عندنا بيض بقى وعندنا دقيق وبقسماط، مراحل عمل البانيه اللي الشيف مش بيحبها بيبقى فيها شويه شغل يعني. ادي البانيه بتاعنا ده البقسماط، وعندنا البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. وبنضرب ثلاث بيضات مع شويه دقيق مع شويه حليب، نعمل التوبنج بتاع البانيه. انتوا شطار فيه طبعا يعني. طلع البيض من التلاجة قبل استخدامك على طول، مش يعني سيبيه كده 10 دقايق بره بالشكل ده كده. بنحط على البيض يا عم الشيف معلقتين من الدقيق بمضرب صغير. ليه حطيت دقيق يا عم الشيف؟ علشان البتنجان الملمس بتاعه ناعم، فلازم احط حاجة توبنج علشان يمسك في البتنجان، ده الطبيعي. شوية حليب. شفت تركاية صغيرة اهيت بتخليكي طبعا ايه تعملي حاجة لطيفة. تاني حطيت على البيض شوية دقيق مع شوية حليب وقلبهم كده. بقى عندي التوبنج بتاعنا تقيل. هنحط عصرة ليمون صغيرة على البيض.
ليه يا مغازي؟ عشان الزفاره بتاعت البيض مع رشه فلفل اسود، عصره ليمون مع فلفل اسود، كده مفيش زفاره في البيض. ولو حطيت شويه زعتر تبقى كمان احسن مني. واحنا شغالين مع بعض. انا اهم حاجه عندي في البرنامج بتاعي اكله امي، ببعت رسائل لكل ام عظيمه بتتابعني، لكل اخت، لكل خاله، لكل الناس اللي بتتابعنا في انحاء العالم، انك تقدري باقل تكلفه ممكنه تعملي افتكاسات حلوه، تعملي ابداع، تعملي اطباق جديده متنوعه وشكلها مختلف. البتنجان واللحمه المفرومه ثابت عند المسقعه. نعصج اللحمه، نحمر البتنجان ونعمل مسقعه. احنا عملناها النهارده بطريقه جديده. ادي الخليط بتاعي عباره عن بيض وحليب وشويه بهارات حلوين. اخدها في اول حاجه كده، بحطها هنا في البيض واغلفها كويس بالبيض، وارجع احطها في البقسماط، احطها في البيض وارجع احطها في البقسماط، احطها في البيض وارجع احطها في البقسماط. بتقولي ورايا انا عارف. وارجع احطها في البقسماط وهكذا. في طريقتين للسوى. نوصل للمرحله الاخيره بقى من الايه، من الانتاج بتاعنا. تسويته تتم في حالتين، يا اما نحمره في الزيت كثيف كانك بتحمري بطاطس او بتحمري زلابية، يا اما نحطه في صينيه ونرش عليه رشه زيت وندخله الفرن يتشوي. فدول طريقتين لعمليه التسويه، حسب ما انت حابه وحسب الحاله الصحيه وحسب ولادك بيحبوا ايه. البتنجان ده طالما انا وصلت للمرحله دي في طريقتين للسوى. الطريقه الاولى بضغط عليها كده والفها كده، اللهم صل، واضغط ضغطه كمان تقوم اللحمه جوه تبقى بالشكل ده كده. دي واحده اهيت، بخليها على جنب. نفس القصه اهو، ضغطه دي كده. طب ايهما افضل يا شيف مغازي لو انت في المطبخ وعايز تاكل البتنجان؟ بصراحه وللامانه يتحمر في الزيت، لان طبيعي البانيه او الكريسبي او الحاجات المقليات لما بتتحمر في الزيت بطريقه صحيه كويسه بتبقى لطيفه وحلوه. وما تخليهاش تشرب زيت كتير. ازاي؟ تنزل في زيت غزير والزيت درجه حرارته عاليه علشان ما تشربش زيت. نعم يا غالي. لا، البتنجان هنا في الحاله دي مش هيشرب زيت، لان طبعا انا عامل له التوبنج من البيض والحليب والبقسماط. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف ونحطه في قلب الزيت اللي درجه حرارته عاليه هنا. ايه الاخبار؟ ده لسه ما سخنش، هنخليها على جنب كده. احنا مش هنقول حاجه كده اصبر عليها كده واخليها جنب هنا. حلو الكلام. وتعالوا نعمل كمان 3 4 مع بعض عشان نعمل طبق حلو. واحنا ماشيين على نظام ان احنا البتنجان حشيناه لحمه مفرومه، وبعدين دخل على التوبنج بتاعنا بيض مع دقيق مع حليب، وبعدين دخل على البقسماط. دي المراحل. عمليه التسويه زي ما قلت لحضراتكم طريقتين. الطريقه الاولى ان انا ممكن احمره في زيت غزير، اما ان انا احطها وارصها في صينيه وادخلها الفرن مع شويه زبده وشويه زيت، هتتحمر زي اي كفته في الفرن. اللي كان معانا قبل ما نطلع الفاصل في قلب الزيت بيتحمر، نبص عليه كده، والزيت سخن معانا الحمد لله. نبص كده عم سالم وننزل بالباقي كده. شفت التحميره دي؟ والباقي معانا اهو، واحده واحده عشان ما نقولش دول ليه زادوا، وكانوا عامل الشيف كان عامل 5 6 بس. في قلب الزيت التحميره دي، ونستنى عليهم شويه. يعني انت تعملي كميه بقى علشان بطعمه الحلو بالتكنيك بالخبره الطهويه، اعتقد الواحد ممكن ياكل 5 6 كده مع طبق سلطه زي الفل وكده اتعشت. نشيل البتنجان اللي اتحمر ده كده، اللهم صل على النبي، لان عايز اقدم معاه صوص طماطم، فهشيل الشويه اللي اتحمروا دول. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ده انا ما كنتش باكل البتنجان يا شيف، ده انا من النهارده كل يوم اكل البتنجان. قال لك يا داخل ما بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا حلاوتها. يا داخل بين البتنجان وبعضه لحمه مفرومه. الله. حلو قوي. تعالوا ننزل الباقي اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بدول كده في قلب الزيت. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ممكن على فكره تعملي الاطباق دي وتخليها في الثلاجه، تقعد عندك اسبوع في الثلاجه مفيش اي مشكله، تستخدمها وقت ما انت حابه. مستعجله وداخله المطبخ واولادك مستعجلين على الغداء، بتطلعي ده من الثلاجه على طول تحمريه ويبقى زي الفل مفيش اي مشكله. نشوف موضوع البتنجان وصل لفين. اللهم صل على، جاهز كده
نجيب طبق التقديم مع بعض. السرفيز الحلو ده كده. ونشيل البتنجان نخليه على جنب. في صوص طماطم هنا متعتق وجاهز. الله. هو ده. اخد البتنجان ارصه بالشكل اللطيف ده كده. حاجة جديدة. يا سلام لو انت عازم حد بقى من حبايبك الحلوين من ضيوفك وعملت الطبق ده. خرجت عن المألوف. عن اللي بيتعمل كل يوم في المناسبات. مسقعة مصرية من الاكلات اللي واخدة الشعار المصري. سواء بالبتنجان سواء بالارنبيط. ناخد بقية البتنجان بتاعنا. الصورة الحلوة على الشاشة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري. مش ألف كلمة. على فين الطبق ده؟ على الكنترول؟ هو ده. اللهم صل على النبي. رشة بقدونس حلوة. مش مطلوب منك في دقائق معدودة تعملي الطبق ده. خد راحتك في المطبخ، ده مملكتك، اقفي فيه. على فكرة أنا من الناس اللي لما بيقف في المطبخ بينسجم قوي. كوباية القهوة، كوباية الشاي اللي أنا بحبها مع الأغنية اللي أنا بحبها، وأبدأ إن أنا أطلع كل مهارتي في المطبخ. ده طبق لطيف وجميل. لما نيجي نتكلف عن التكلفة الفعلية بتاعته ثلاثة تعريف. طب القيمة الغذائية، وده اللي تهمنا على فكرة، خاصة لما نكون إن إحنا مش بنكلف كتير، بحط في الاعتبار وبركز قوي في القيمة الغذائية للطبق بتاعي والأطفال قبل الكبار. لا أعتقد الكبار يقدروا على السفرة يتنوعوا في الأكل لأنهم عارفين القيمة الغذائية، أما الطفل عايز يهتم بالشكل. فالبانيه ده أو البوفتيك ده بيشد الأطفال، وخاصة لما الحاجة تتقلب بقسماط وتبقى طعمها لطيف وجميل، وأقدمها مع صوص طماطم أو وايت صوص. نقدر نحط لها جبنة حسب الرغبة. الرز على النار، البتنجان أنا خلصته، نخش في الطبق التالت بتاعنا. الأكل بتاع النهاردة ببساطة، سهولة، مرونة، ولكن للأمانة الخبرة الطهوية فيه أعلى وغالبة على الموضوع. الطماطم عملتها بشكل جديد، بنيت الهرم الغذائي جوه شريحة طماطم من كل العناصر بتاعته. عملنا البوفتيك بتنجان يحب الأولاد الصغيرين يحبوه طبعا. الرز الجميل ده بهديه لكل أم عظيمة، لكل سيدة حامل، لأن البسلة هنا غنية بالبوتاسيوم، وإحنا لما بنشوفها قدام عينينا يا إما بنشربها شوربة يا إما بناكلها مع خضار سوتيه. فإيه المشكلة لما أعمل طبق فيه كربوهيدرات ونشويات وفيها جزر وفيها بسلة؟ هو ده المضمون بتاع الأكلة بتاعتي. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.